دافنهم وسط روحي انا مخليهم بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. احبتي مشاهدي متابعي قناه السفاح الرياضي احييكم من ارضيه ملعب قريه 10 الرئيس باداره الزعيم حسين شلاقه في افتتاح اول بطوله رسميه للنجم الراحل الكابتن احمد دحام. طبعا منتخب الرساله القادم من محافظه واسط يحط رحاله هنا في استاد ملعب قريه 10 لملاقاه فريق الكنار المدعوم بالجمهور. طبعا المباراه بتغطيه قناه السفاح الرياضيه وصوت المعلق جليل التميمي. ابقوا معي ومشاهده ملخص كامل عن هذا الافتتاح الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه نادي السفاح الرياضيه من ملعب قريه 10 الرئيسي بطوله المرحوم الكابتن احمد دحام، نلتقي مع مسؤول النشاط الرياضي الكابتن سعد وادي ليحدثنا عن هذه البطوله وعن عدد الفرق المشاركه به. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. صدق الله العلي العظيم. كما عودتكم اخوانكم في لجنه قريه 10 على استذكار القامات الرياضيه، نقف اليوم لاستذكار قامة رياضية قدمت الكثير كلاعب ومدرب، ألا هو الكابتن أحمد دحام رحمة الله على روحه الطاهرة. بهذه المناسبة أخ أبو علي أرحب بجميع الفرق المشاركة بالبطولة وأتمنى أنه ترتقي بمستواها إلى مستوى هذا الاسم الكبير وهذا الشخص العظيم. شكرا لجهودكم ونشكر اعزائي مشاهدي قناه السفاح. كان لقائنا مع الكابتن سعد وادي، شكرا جزيلا. والان الكلمه الى زميلي نهاد السفاح في ارضيه الملعب لاجراء بعض اللقاءات مع الرياضيين المتواجدين. نعم احبه المشاهدين والمتابعين، شكر جزيل للكابتن جليل التميمي. الان نلتقي بالكابتن حسين شلاقه مدير ملعب قريه 10 في افتتاح بطوله الراحل احمد دحام. طبعا كيف كابتن، طالما ما شاهدنا الكابتن احمد دحام كان مساندا لكم خصوصا الى إدارة ملعب قرية 10، أريد من عندك كلمة لهذا الكرنفال الاستذكاري، علما هذه البطولة الأولى قد تكون في قضاء المدان. في البداية أرحب بك كابتن نهاد والكابتن جليل التميمي الدائرة الإعلامية في قرية 10، والرحمة والغفران إلى الأسطورة الكابتن أحمد دحام. هذا الرمز من رموز العراق صراحة احنا افتقدناه، كان له فضل على قرية 10 بالذات احنا قرية 10، وكان مساندنا ومساند قرية 10 وحضر أكثر من بطولة أو نهائيات هنا. فاحنا اليوم ان شاء الله راح نسوي له بطوله كسنويه يعني هذه على روحه ويستاهل اكثر من هذا الشيء. من ايجابيات الراحل احمد دحام كان مساند لكم، وانا اعتقد حسب ما سمعت كان عنده مشروع رياضي على ارضيه ملعب قريه 10. كان عنده مشروع رياضي وصراحه هو حتى همين اشترى قطعه ارض هنا راد يعني، بس ما هذا امر الله ويعني مشروع رياضي. واحنا ان شاء الله كابتن احمد دحام يعني ما راح ننساه بالبطولات والكرنفالات، يعني مثل ما قلت لك هذا قشي نقدمه له. حتى جمهورنا الرياضي والمشاهدين الكرام يعرفون، هل هذه البطوله سوف تكون النسخه الاولى وهناك نسخ متتاليه اخرى؟ انا راح افتح بطوله مره واحده ان شاء الله، وبطوله خط اول ثلاث بطولات يعني، انا بعد هذه البطوله ان شاء الله راح افتح عتارتا همين حتى بطوله مره واحده، واني ان شاء الله سنويا راح اسوي له كل سنه بطوله، لان يعني الكابتن احمد دحام يستاهل. يستاهل ماي العين. أيوة رحمة الله افتقدناه يعني صراحة احنا افتقدناه، وان شاء الله يرحمه برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان بحق محمد وال محمد. الله يرحمه برحمته الواسعة. ايضا كلمة ختام اذا عندك شيء تضيفه، اليوم نشوف حضور جماهيري وشخصيات رياضية متعددة الى ارضية ملعب قرية 10. يعني مثل ما تعرف هي بطولة مميزة وان شاء الله التوفيق للفرق المشاركة، واحنا ان شاء الله ما نقصر. مثل ما اشوف جهزنا الملعب من كل النواحي، من كل النواحي حتى الجوائز حضرناها. حبيبي شكرا جزيلا، ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق في قادم الايام. نعم احبتي المشاهدين والمتابعين الان ابقوا معي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نشكر اداره قريه 10 على حسن الضيافه وحسن التنظيم الرائع بطوله الراحل احمد دحام. الصراحه خساره كبيره للكره العراقيه. طبعا فاحنا نحب نشكر اداره قريه 10. اليوم مباراة افتتاح بطولة الراحل احمد دحام بين فريق الرسالة وبين فريق الكناري. طبعا فريقنا على تم الإجازية فريق الرسالة، وطبعا ضد فريق الكناري فريق صاحب الأرض والجمهور. إن شاء الله تكون مباراة تليق بالجميع، وإن شاء الله تكون مباراة تليق بالراحل احمد دحام إن شاء الله. أمير رياض كابتن فريق الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكرك ابو عباس على اللقاء. طبعا اليوم مباراه افتتاحيه للكابتن المرحوم احمد دحام الله يرحمه ورحمته الواسعه،
اللي دائما كان متواجد ويانا هنا خصوصا بقرية عشرة بطولاتهم جميعا كان متواجد، مثلا الرحمة والخلود والروح الطاهرة. طبعا اليوم افتتاح بطولة احنا وفريق رسالة الحفرية، طبعا فريق رسالة غني عن التعريف، فريق كبير والاسم خصوصا بمناطقنا، قدم بطولات جيدة وكل البطولات اللي شارك بها وصل بها نهائي واخذ ألقاب هنا، وفريق متكامل واحنا يعني مشاركنا في هاي البطولة ولعبتنا ضد الرسالة يعني وافتتاح يعني مو جايين احنا هنا غايتنا طبل البطولة انه حتى احنا حتى لو الا افوز يعني احنا طبعا هاي البطولة يوم المشاركة بها مكسب، واللعب ضد فريق الرسالة فريق كبير بهذا الحجم يعني اذا حتى تخسر او تفوز انت ينضاف لك شيء يعني، فاحنا بكل الاحوال احنا مستفادين من هاي المباراة. فريق رسالة فريق قوي واحنا فريق بعدنا يعني تطور الانشاء يعني الحمد لله والشكر، بس شغل نحاول نقدم شيء يعني ونجال فريق الرسالة ونقدم مباراة حلوة ونستفاد من يمها ونمتع هذا الجمهور اللي متواجد هنا. أنا احمد ستار كابتن الكناري حبيبي كابتن. اذا احبت المشاهدين والمتابعين، الرسالة يواجه فريق الكناري في افتتاح بطولة الراحل احمد دحام، ابقوا معي مشاهدة ملخص كامل عن هذا الافتتاح الكبير. السفاح الرياضية تلتقط السيارة ومشورة المتغربي عباس الرديني اللي حكام المباراة حصل بذكر لجنة التقاطع الرياضية المتمثلة منتخبنا الوطني الكابتن احمد دحام الكل وقوفا واحتراما واجلالا لشهداء العراق. قراءة سورة الفاتحة مسبوقة بذكر محمد وآل محمد. تفضل مسؤول النشاط الرياضي والأخوة المتواجدين بالتحية على الفريقين. شرف للتاريخ مثل صيت النجم اسمك يظل غالي. احمد بالملاعب شرف للتاريخ مثل صيت النجم اسمك يظل عالي. الف حساب يحسب خصمك من يفوت، الف حساب يحسب خصمك من يفوت اصلا يلغى اسمه ويظل. التالي تحية لجمهورنا العزيز المتواجد هنا في ارضية الملعب لمتابعة ممثل محافظة وسط العزيزة فريق الرسالة صاحب البطولات والإنجازات هنا على أرضية هذا الملعب بقيادة عبد الحق الأزرق والأحمر. كرة لفريق الكناري تلعب الكرة في بداية على بركة الله من المنتصف وإلى حارس المرمى، هجمة لصالح فريق الكناري. محمد
سيسجل الهدف الاول. جبنا يتغطون امام جوية يا جماعة. حضرنا يا صفاح في البطيء في البطيء في البطيء للهدف الجميل للكناري مصطفى عيسى. العلامة الاولى لصاحب الارض والجمهور الكناري على حساب مين؟ على حساب مين يا جماعة؟ على حساب الرسالة 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 الفريق المميز في البطيء في البطيء. الله 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 كرة ملعوبة للهدف الأول. شوف الهجمة من منتصف الملعب وخطرة يا مير اليوم يسجل هدف التعادل في هذا. اهلا وسهلا بالكابتن حاج فخر الدفاع مدرب منتخب الدفاع وشيخ المدربين المتواجدين هنا لحضوره الى ارضية داني سلمان 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 فضل ثاني 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 السعيد. والله يا جماعة حلوة اليمين حلوة اليمين السعيد في حالة جهاد علي علي جهاد يعمل كرة لبعيد بعيد الأمام خطأ يا خطأ. سلامات سلامات لفاضل سلمان. فاضل سلمان هو من سنة ومحرم باشرة في مكانه بطاقة صفراء اليمين علي بعيد بطاقة كرات على الكناني على كل حسين يوسف تلعب الكرة داخل مطلوب هرجع علي أتشام ضربة حرم ماشرة لصالح فريق الرسالة في مكان جديد هدف التعادل قريب من الجهاد. أمير أمير يتخلص هجمة نقطة جزاء في خطورة في خطورة في خطورة في خطورة في خطورة حلوة 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 محمد راضي سيطر على هجمة سريعة صفات جميع خطير جميع خطير جميع تحاول من اليمين الى اليسار صفاء جوية يظهر امامي اللاعب المميز والخطير فريق الكناري توجيهات الكابتن وائل الكناري للتقدم الدقائق الاخيرة حسين يوسف حسين حسين يوسف هجمة سريعة علي حميد علي حميد فريق سلمان حسين تلعب كرة داخل منطقة الجزاء خطرة وعلي خطرة التعادل إيجابي واحد واحد. سجل مصطفى عيسى وعادل أمير رياض في منتصف الشوط الأول. جاءكم الشوط الثاني إن شاء الله. حسين يوسف حيدر عبد يوسف إلى جهة اليمين لمسات جميلة لعلي شامل هجمة سريعة من جهة اليمين خطرة وأبو ليلى في خطرة جول 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 كرة حلوة كرة حلوة إلى خارج أرضية الملعب كرة جميلة والله علي حميد نعم رسالة خطرة من رياض قرب من الجوية حتى ينبات في خطأ في خطأ احتجاج محمد مدرب الفريق في خطأ حتى المراد قريب وصاح وشايف سلام سعيد ولا صفاء جوية كانت لمسة يد بنصب حسين عبد يحصل على خطأ لصالح فريق الرسالة ضربة حرة مباشرة مصطفى وإلى حارس المرمى حارس المرمى محمد غالب الكناري الكرة في المنتصف حسين حلوة لي علي حميد علي حميد هجمة سريعة لصالح فريق الرسالة 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 أمير 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 أمير
داخل أرضية الملعب. حكم يتجه لمنتصف الملعب، ما في شيء. خطرة 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 خطرة. جول 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 تابعوا هذه الحالات على قناة نهاد السفر، تابعوها بالتقويم الذي سيعد مساء هذا اليوم لهذه القناة تباعد جميلة، وتابعوا هذه الحالة. نعم، لا نسمح لأحد أن يتكلم مع الحكم. حلوة لي السلام سعيد أحمد قاسم، حالة تسلل ألغى الهدف هول. نعم شوط الأول خلاص حتى المباراة حال جميل. حيدر عبد لعب فريق السلام، لعب كرة حيدر، كرة عالية تلعب الكرة ممتازة لفار هجمة صالح فريق الكناري. خطرة وبعي إلى ضربة ركنية، بعي إلى ضربة ركنية في أرضية الملعب. تحية لقناة نهاد السفاح لنقل هذه الصورة الجميلة للجماهير الرياضية ولأوضاع الجناني في خلف اللعيبة داخل منطقة الجزاء. خطرة حلوة، جميل، حلوة حلوة لمحمد طالب. هاك المباراة ينبع على محمد طالب يقول له فاول، خلي بالك يقودها عبد الحسن الشمري أمام الفريق مميز على مستوى كمال مدام فريق الكناري. هاك المباراة خطأ على أمير ريال. خطأ علي حميد قريب من عمار السعيدي. عمار 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 وين يا عمار؟ هاي مكراتك يا السعيدي، هاي مكراتك يا السعيدي. ما عودتنا ما عودتنا على هكذا كرات يا عمار يا سعيدي، والله يكثر كراتك السعيدي في المرمى. أربع دقائق أخيرة في لقاء الرسالة والكناري. لمن ستكون هذه الأربعة الأخيرة؟ كرة خطرة حلوة لبعض قطع صفات جوية. حكم باز قل ما في شيء يلعب. علي جاد هجمة سريعة، كاظم محمد قريب من الكناني، كاظم والكناني كاظم يلعب الكرة خطرة. رجع أخوي، خلونا الشاب ارجع يا شباب، ارجع يا شباب، رجع أخوي مثل ما قلنا. خلونا الشاب حيدر عبد ومصطفى شتيمة. حيدر يتقدم، يلا يا حيدر، حيدر مصطفى، حيدر وعلامة الأولى واحد وسرس رسالة حلوة لي حيدر عبد. محمد طالب طالب السعيدي 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 طالب السعيدي طالب السعيدي يا ولد أمير مصطفى، أمير مصطفى حلوة كبير يا ولد مصطفى طالب ومصطفى طالب حلوة اثنين اثنين علي وشتيجن شتيجن وعلي حلوة كرات جميلة جوية وطالب جوية ومحمد محمد والله محمد وشتيجن محمد ومصطفى مصطفى محمد مصطفى محمد محمد والله كادرها والله سيدنا وحده يا سفاح سيدنا وحده رسول ومحمد رسول وطالب رسول رسول والله الرابعة الرابعة والنتيجة 3-4 كبير يا ولد. حظ أوفر لفريق الكناري. نعم قدموا مباراة جميلة، مباراة رائعة، استحق فريق الرسالة القادم من واسط أن يحمل الثلاث نقاط الأولى في بطولة المرحوم أحمد دحام. كل الشكر والتقدير لكل من حضر، شكر وتقدير لقناة نهاد السفاح الرياضية ولكل جمهورنا الرياضي ولفريقي الرسالة والكناري، ونلتقيكم في بطولة أخرى إن شاء الله. حبيبي كافر.